اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده. واو بصوا شفت الكيكه الفظيعه اللي قطعناها بالصلصال؟ هوريكم بس نقدر ان احنا نعملها مع بعض في الفيديو الفظيع قوي ده. اتمنى ان هي تعجبكم واوريكم الخطوات بمنتهى السهوله. اول حاجه بقى جبنا الرمال المتحركه اللي هي كايناتيك ساند، في معانا اللون البينك واللون الجولد. بصوا الكميات اللي انا جايباها، وجبت بقى معايا سمكه قصدي ستار لونها اخضر عشان تقدر ان هي تشكل لي الايه الرمله بالشكل اللي انا عايزاه. الله بصوا شكلها جامد ازاي. هنا معانا بقى اول شكل الستار لونها بقى بينك. الله ومعانا هنا ايه الشكل التاني باللون الجولد. شفتوا بقى شكلها حلو ازاي؟ ممكن احنا نقدر نلعب بالرمال المتحركه بالشكل ده. اول حاجه هنجيب بقى علبه بلاستيك كده ممكن تكون شفافة عشان نقدر ان احنا نشوف الالوان من جوه. ممكن يكون حجمها كده زي ما انا جايباها لو عندنا اصغر برضو. وبتسيب ان احنا نحط فيها الايه الرملة المتحركة اهو. نحط بقى اول طبقة تحت، بعد كده بقى هنحط الايه الطبقة التانية لونها اصفر. واو اوكي حطينا بقى الطبقتين، نحط طبقة بقى بينك اهي. شفت بقى نحط الطبقة طبقة بالايه بالرملة. ممكن نحطها لو عندنا برضو في البيت بقى صلصال، ممكن نعمل التورتة الفظيعة دي كيكة بنفس الاسلوب اللي انا استخدمت. بقى نشيل بقى الزيادات اهو، شلت بقى الزيادات. الله شفت بقى خلصت، بس لسه عايزين احنا نشكلها ونقلبها بقى الناحية التانية. دي بقى احنا نقطعها ونعزم صحابنا ونديها منهم. الله لا دي شكلها فعلا جامد قوي. هبص بقى اللون الذهبي ده فظيع عليها من فوق. هنقلبها بقى كده. واو شفتوا بقى شكلها جامد ازاي باللون الجولد ده. اوكي هنقلبها بقى كده. اوبا بص بقى ترى الكيكه دي هيكون شكلها عامل ازاي ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. واو شفتوا بقى شكلها طلع حلو ازاي. الله لا بصوا طبقه البينك مع الذهبي تحفه مع بعض ومتناسقه قوي، ومفيش ولا اي حاجه زياده. شكلها كيكه قوي 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 هتعجب كل اصحابنا اهو. بص بقى بنتفرج عليها دايرن دايرن. نقطعها بقى بالسكينه. واو شفت بقى شلت حته منها. شفت قطعناها ازاي؟ ممكن نقطعها بقى طبقات كمان بمنتهى السهوله. انا عاجبني الاختراع الفظيع اللي انا عملته. نكمل بقى تقطيع كده بقى بندي لاصحابنا ونعزم عليهم. اهو ده كده اول جزء، ده تاني جزء. الله شفتوا بقى الطبقات بنقطع طبقة طبقة. ده موضوع جامد جدا. بصوا قطعنا بقى طبقات كتير، شكله فعلا حلو قوي. بصوا لسه الطبقات زي ما هما، لما نقطعهم بقى ممكن احنا نعيد ايه ان احنا نصنعها تاني من اول وجديد. الله بصوا بقى شكلها جامد ازاي. الطبقات لما بتنزل بس الجولد ده ممكن يقع منها شوية. فيها واحد اتنين تلاتة، بصوا كام احمر. الله بس ممكن اقطعها صغننين كده. فيها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس ليرز احمر وخمسة ذهبي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، فدي 10 طبقات مرة واحدة. الله دي فكرتها فعلا سهلة وجميلة اوي، ممكن نستخدمها بالصلصال كمان لو احنا عايزين او بالرمال المتحركة. انا عن نفسي عجبتني اللعبة الفظيعة دي، زي ما وريتها لكم فكرتها فعلا فظيعة عجبتني اوي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم يا صحابي، وبليز قولي بقى في الكومنتات رأيكم فيها. بليز متنسوش ان انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. عشان يا صحابي، باي باي.